اليومين اللي فاتوا في درجات الحرارة مأثرة جامد جدا، ممكن تكييف يضرب، سلك الكهرباء يضرب، ماس كهربائي يضرب. في العتبة مثلا امبارح كان حصل حريق كبير في العتبة. العتبة حضراتكم عارفين منطقة تجارية وشعبية هائلة، واحدة من أكثر المناطق في مصر، مركز تجاري كبير جدا. حريق أثر على يعني محلات، حرق محلات كتير، حرق يعني مخازن كان فيها يعني بضائع بالملايين، يعني في مخازن بعض الناس خسروا، في ناس خسروا 10 مليون، وفي ناس أكتر من كده، وفي ناس أقل حاجة 70 80 ألف و100 ألف. وخلي بال حضراتكم لما أتكلم هنا على العتبة اللي بيبقى يعني 70 ألف و80 ألف ممكن يبقى باع حاجة أو عمل يعني شراكة مع حد عشان يشتري شوية بضائع يبيعهم في العتبة. وكلنا ما حدش فينا ما راحش العتبة، ما حدش فينا ما راحش العتبة. عتبة المسكي تاريخ. لكن تاني بقول لحضراتكم ده، ولكن رجال الحماية المدنية اللي أنا بحييهم كمان، الحماية المدنية قعدوا يشتغلوا يوم كامل عشان يطفوا الحرائق، عشان كمان الحريق ده ما يمتدش للبيوت وباقي المنطقة التجارية. يعني سرعة تحرك رجال الحماية المدنية أنقذ المنطقة دي بالكامل من الحريق. يعني اتحرق كتير طبعا، ولكن تاني بقول لو الحماية المدنية ما اتحركتش بسرعة وقدرت، ورغم ايه الشوارع مترين، في شوارع ما تعرفش عربية أصلا تدخل، يعني الشوارع حارات، حارة بيبقى فيها محلات، لأن أنت بتدخل المكان ده كله جنب بعض، محلات جنب بعض، كشك كده صغير أو ناس فرش على الأرض، ودول ما بيناموش أصلا، يعني طول الوقت أنت ممكن تروح في أي وقت تلاقي الناس دي سهرانة وبتبيع وشغالة. تاني ففي شوارع الحماية المدنية ما بتعرفش تدخلها، ولكن الأماكن قدام حضرتكوا قعدوا يشتغلوا ساعات طويلة، حموا هذه المنطقة بالكامل من الدمار. والله قعدوا تاني ساعات طويلة جدا عشان إنقاذ البيوت، لأنه المحلات كله والبيوت دي خلي بال حضراتكم دي بيوت أثرية وتاريخية، بيوت تاريخية اللي موجودة في العتبة. شايفين حضراتكم شايفين البيوت في العتبة قد إيه؟ ولكن طبعا يعني طبعا حصل واضح إصابات في عدد يمكن 10 ولا 11، وربما يكون في حالة وفاة، ولا يعني ربما حد النهارده ولا حاجة، ربما يكون واحد رحمه الله توفي في نتيجة لأنه حصل اختناقات امبارح. بقول لحضراتكم عدد يعني حصل لهم اختناقات، وزي ما احنا بنشوف كده ناس واقفة تتابع عمليات الإطفاء، وخسائر كتيرة جدا امبارح. تعالوا نشوف كمان أهالينا كمان، ويعني مسألة طبعا تعويضات أو الدعم أو مساعدة الناس وأهاليهم، لأنه في ناس زي ما بيقولوا كده يعني شقى عمرهم ضاع امبارح، شقى عمرهم ضاع امبارح هنا، والله هنا شقى عمر. نشوف. أهالي العتبة استيقظوا صباح الجمعة على حريق هائل في مخزن ملابس في شارع الرويحي، وعلى الفور قوات الحماية المدنية انتقلت بعدد من سيارات الإطفاء حتى وصل عددها إلى 15 سيارة للسيطرة على الحريق الذي كان في واقع الأمر خارج عن السيطرة بسبب احتواء بعض المخازن على مواد سريعة الاشتعال. وامبارح حضرتك كان بالليل كده يعني مع حوالي الساعة 12 تمام، لينا دخانة خارجة من فوق كده تمام، فطبعا لما لقينا الدخان خارج وكده طبعا عملنا البلاغ بتاع المضاف وكده، وجت قوات الاطفاء قامت باللازمة بس بسرعة ما تأخرتش، بس بالنسبة للحريق كان غامض كده فطبعا خد وقت زي ما انت ساعتك شايف كده. بضائع بملايين اتحرقت، واحنا من ضمن اتحرق بضاعتنا، وصاحب العوض موجود. هي لحد الان يطفوها من حته تولع من حته، يعني هو ده عماير قديمه كلها، بص كده العماير مخازن مواد كيماويه كلها، مخازن، لا مش مواد كيماويه، مخازن بضاعه زي كده ملابس. خسائر ماديه باهظه، البعض خسائره تخطت حاجز ال 100 الف، واخرون تخطت خسائرهم الملايين. الحين عشان ننزل حاجه الخساره اللي عندي بتاع 10 مليون جنيه لو شريكي، 10 مليون جنيه بضاعه اتحرقت. الحريقه اشتغلت 11:30 بالليل، بس المخازن كان فيها مناطيل جينز وكان فيها نظارات وفيها كاوتشات وبتاع، ناس خسرت بملايين، يمكن انا اقل واحد خسر فيها.
80,000 جنيه بضاعة نظارات، لكن أنا أقل واحد، لكن في ناس خسرت 10 مليون و12 مليون و15 مليون، وما فيش مواد كيماوية في المخازن. هم بيقولوا ماس كهربائي، الله أعلم كان ماس كهربائي، بس المشكلة الخسائر كتيرة. يعني المليار، مليار اللي حاجة بسيطة أو يمكن يزيد، وكل دي فلوس ناس، مش فلوس واحد لوحده. ده حتى بيبقى اقتصاد مصري فيها. أنتوا فاكرين إن العملة سهلة. اللي أنت شايفه ده اقتصاد مصر. 60,000 أو 50,000 لغاية 100,000 ولا حاجة. بضاعة خسرناها حوالي 70,000 جنيه. في جميع الأحوال ليست كل الأمور دائما سوداء. الاستجابة السريعة من قوات الدفاع المدني أعطت نوعا من الاطمئنان للجميع، والأكثر أهمية هو عدم وجود أي خسائر في الأرواح. واقتصر الأمر على حالات اختناق، وتم التعامل مع الأمر على الفور من جانب رجال الإسعاف. محمد هاني لبرنامج على مسؤوليتي.